ربما من بعد انتقلتي من الشبيبة الإسلامية، انتقلتي أنك أو ساهمت في تأسيس التجربة السياسية الأولى للحركة الإسلامية عن طريق الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية باعتبارك عضو الأمانة العامة. ما الذي، نعم يا نعم كلا شيء، نعم نعم هو في الحقيقة في بالنسبة ل يعني أنت سبقتي من كيران، أنت من الحركة الشعبية الدستورية. أنا أولا سبقت بن كيران في الحركة الإسلامية، بعد كده في الدخول للشبيبة الإسلامية، نعم أيه، ولكن اختلفت مع الشبيبة الإسلامية من بكري. أنا أول واحد اللي كيختلف أنا معه. حتى ديك الطريقة ديال اللي كان غادي بيها ديك الساعة القيادات ديال الشبيبة ما كانش، فكنت من الناس اللي هما منبوذين ديك الساعة. نعم من بعد، ولكن أنا علاقتي كما قلت مع الدكتور عبد الكريم الخطيب هي علاقة بحال أسرية، دائما سري كنا كانت أصلا وديما كنت ناقشوا على نعم جميع المسائل، وكان يقول لي كل شيء اللي نعم نعم دو بعض الإخوان دخلوا ديك الساعة مع الحركة الشعبية السورية الديمقراطية، ربما كتعرف الهندي الهندية وواحد المجموعة ديال الإخوان، كحيلي الهندي. ف هما اللي بدأوا في الأول، ولكن أنا ما كانش عندي في الحقيقة، واخا هكذاك ما كانش عندي ديك الرغبة باش ندخل. نعم دابا هذا الشيء راه هذا الشيء وقع من بعد ملي رجعت من الصين، نعم لأن لا من بعد الرجوع، نعم على خليت وجه الكلسة، هذا الشيء كل شيء، هذا الروين ديال اليسار الشبيبة نعم وداك الشيء، وأنا مشيت للصين، نعم مشيت كان غادي انقطعت على ملي رجعت. طبعا ملي رجعت كنت في المستشفى العسكري، ولكن من بعد ملي خرجت من داك الشيء، يعني بزيارة الدكتور الخطيب واللقاءات مع عدد الناس. ف ملي الإخوان بغاو يدخلوا عند في الحزب ديال الدكتور الخطيب الخطيب، هما في الحقيقة كانت ديك الساعة الحركة الشعبية السورية الديمقراطية هو تقريبا واحد الحزب اللي هو كان مجمد. نعم من بعد ملي الدكتور الخطيب شاف بأنه الانتخابات اللي كان فيها الزوير وداك الشيء، كتعرف من الدكتور الخطيب كان أصلا ملي تعلنت حالة الاستثناء، نعم وكان هو ديك الساعة رئيس ديال البرلمان، فهو كان رفض حالة الاستثناء، نعم رفض حالة الاستثناء على أساس أنه منافي الديمقراطية ومنافي داك الشيء اللي كان ظلم من أجله الجبل، يعني كافح مأجل استقلال المغرب. نعم فهنا كان الخلاف ديك الساعة مع النظام، فبقى مهمش نعم حزب الحركة الشعبية السورية الديمقراطية، وبقوا عدد الأعضاء ديال اللي فيه يعني عدد قليل جدا، بقوا عيال المخلصين ديال الدكتور الخطيب. واحد العدد مشاو مع حرضان، ديك الساعة حرضان مشاو للجانب الآخر، فاش انقسمت انقسمت الحركة الشعبية مع إلى ديال حرضان والحركة الشعبية السورية الديمقراطية. من بعد، وكان الوالد ديالي دائما رحمة الله عليه كان دائما مخلص للدكتور الخطيب، بقى معاه دائما. فملي جاوا الإخوان ودخلوا، كانوا واحد مجموعة ديال الدكتور الخطيب ومجموعة اللي جات بحركة توعية الإصلاح، مجموعة الدكتور الخطيب اللي فيها السين خليدي وكانوا ديال حركة التوحيد والإصلاح. ففي الحق الدكتور الخطيب هو اللي كان ألح عليا باش ندخل، باش يكون واحد النوع تاع شوية ديال نعم التوازن في نعم هذا الجانب هذا. نعم نعم وفعلا حنا كنا محسوبين على التيار ديال الدكتور الخطيب.
هذا هو نعم هذا هو الجانب اللي واخا انا ما عنديش في الحق في البدايه ما كانش عندي شي قناعه كبيره في العمل الحزبي صراحه نعم. ولكن الدكتور الخطيب كما قلت لك هو اثر عليك ف يعني اذا عايش التجربه انت ديال الدخول ديال توحد الاصلاح للعمل السياسي نعم. وكان ديك الساعه الخطيب كان رحب بالفكره ديال ان الحركه توحد تدخل يعني رياحيه صحيح. ربما الخالدي اللي كان عنده تحفظ لا ولا لا 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 ما كانش عنده لا ما كانش تحفظ لا نعم. الخالدي ما كانش عنده تحفظ يعني غيجيب من بعد الخالدي غيأسس حزب النهضه والفضيله إيه من بعد الخلافات ومن بعد اللي كان بيناتهم دار حزب النهضه والفضيله نعم. طيب شنو اللي خلاك ما كملتيش المشوار ولا باقي في لا انا كما قلت لك انا اصلا ما عنديش نعم. انا عندي انا كنميل للعمل خصوصا الجمعوي الجمعوي وخصوصا بعد لقيت راسي في هذه جمعيه الصداقه والتبادل المغربيه الصينيه والعلاقات مع الصين تجد نفسك فيها العلاقات مع الصين يعني لقيتها يعني نعم. بالنسبه لي نعم كنشوفها افيد للبلاد نعم وكنلقى فيها نفسي اولا يعني درست في الصين وعايش في المجتمع الصيني وداك الشيء وبقات هذيك العلاقه من خلال هذه جمعيه الصداقه والتبادل المغربيه الصينيه فلذلك حتى دخولي مثلا للبرلمان ماشي بالرغبه ديالي كان كذلك الدكتور الخطيب قال لي يا زيد كذا فكانت تجربة نعم. كانت تجربة كذلك ديال البرلمان ومن بعد رفضت كذلك نستمر ولكن بعد ملي توفى الدكتور الخطيب رحمة الله عليه تما ما بقيتش وقفت العمل السياسي ما بقيتش وقفت العمل السياسي وبقيت مهتم بالعمل الجمعوي خصوصا في كرئيس جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية وباقي لحد الان في العمل الجمعوي طبعا احنا دابا الان راه كنوجدوا لواحد المنتدى الرابع ديال المدن التاريخيه والثقافيه غيكون ان شاء الله في الدار البيضاء في 21 يونيو اللي غيحضروه خمسه ديال الجهات الصينيه بينهم وحده من اكبر الجهات الصينيه وهي جاتيا غيحضر نائب الحاكم وغيحضروا احنا واحد العدد ديال العمداء المدن واحد العدد الشركات الصينيه فاحنا كنشطوا في هذا الجانب ديال العلاقات نعم في الحقيقه هذا الجانب هو اللي الانسان كيلقى فيه الذات ديالو ممكن يقدم فيه شي حاجه للبلاد الحمد لله جبنا واحد العدد ديال الهبات المهمه من الصين للمغرب المغرب مهمة جدا نعم الحمد لله.